يقول ابن عربي: فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام قلنا السكوت لا يلزم، السكوت لا يلزم الإمام، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ كيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهناك أدلة كثيرة في موضوع الإنصات لقراءة الإمام. نعم، ذكر بعد الصلاة عندي ما يقارب 17 مسألة، ولكن سأقتصر على بعضها فقط لأن الوقت لا يسمح بذلك. أزيد مسألة أخرى وهي الذكر بعد الصلاة. جاء في صحيح البخاري باب ذكر بعد الصلاة عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري كما رواه الإمام مسلم. ويقول الإمام النووي في شرح مسلم: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وقد استحبه بعض المتأخرين. وأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله. في هذه الأجلسة الأولى فهو عرض الأستاذ فقيه بن حسن الحمية في موضوع أخذ السنة، أخذ المالكية بالسنة غير على قضايا عملية. إذا بعد عرض سيدنا مصطفى الحزام وعرض الأستاذ الذي أمانية نيابة عن الأخ المصلح وعرض الأستاذ الحمية تكون هذه العروض الثلاثة في هذه الجلسة الأولى قد انتهت. وحسب البرنامج الذي أنا به فإن بعد ذلك يتم ضرب المناقشة، مناقشة العروض. وانتظر الإخوان بعد المناقشة طبعاً كان صلاة الظهر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السيد الفاضل الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، السيد المحترم مدير المساجد، أصحاب الفضيلة رؤساء المجالس العلمية وأعضاء المجالس العلمية وفروعها، السادة المندوبون، السيد الناظر، السادة العلماء الأجلاء والأئمة الفضلاء، السيدات الفضليات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الجلسة الثانية المباركة، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لتحقيق الغايات والأهداف
المرجو إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا اللقاء الطيب المبارك. هذه الجلسة الثانية، أرجو من الأخوات الكريمات التزام الصمت. هذه الجلسة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ فيها بمداخلة الفقيه محمد المربح. هذه المداخلة بعنوان نماذج تطبيقية للاختيارات المالكية بالمغرب، قضية السلام للخروج من الصلاة نموذجا. ثم تليها مداخلة الأستاذ الفاضل السي مصطفى بن حمزة في موضوع التمذهب بالمذهب المالكي، نماذج صلاة التراويح وتحية المسجد والإمام يخطب. ثم بعدها مداخلة الأستاذ الكريم عبد القادر بطار في موضوع اختيار المغاربة للعقيدة الأشعرية، اختيار عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك الختم والدعاء لأمير المؤمنين، ونستأذنكم جميعا لأننا سننتقل مباشرة إلى الختم والدعاء بعد الاستماع لهذه المداخلات نظرا لضيق الوقت، وكذلك لأن مجموعة من الإخوة سيسافرون ويضطرون إلى السفر والمغادرة والرجوع إلى مدنهم. فلذلك نبدأ على بركة الله بالمداخلة الأولى لفضيلة الفقيه محمد المربح، وأرجو سلفا الالتزام بالوقت المحدد وهو 20 دقيقة لكل مداخلة. فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سنة إلا نفعة المسلاة إنت إلا إنت شأن جمال حسن سنة وبعد. فنظرا لما قلنا بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، قد أقتصر على قطعة من البحث ألا وهو لفظ التسليم المختار لمالك. لا شك أن الأئمة أهل الاجتهاد رحمه الله عندما تتعارض الأدلة بها ينظرون فيما هو من الأوامر والنواهي دون ما هو من خصائص الأخلاق، لأن الأوامر والنواهي هي التي تنبني عليها الأحكام، والنسخ يكون في الأحكام لا في الفضائل. وقد خالف كثير من الناس هذا المنهج فجعل الخصائص كالأحكام فنسخ بها الأحكام الأخرى، ولذلك وقع في ما وقع، وذلك كان النهي عن الصلاة في الأماكن السبعة المعروفة. لا شك أنكم تعلمون هذا وما فيه، فهو من الفضائل جملة الأرض التي نطهرها، فهذا من الفضائل وفضائل نسخ بها. بينما بعض الفقهاء جعلها نسخا لطهارة الأرض والبدن والمكان، وهم بذلك على هذا الطريق ما أفادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته منها ما هو مخصوص بهم.
وهناك بعض الأحكام جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها اختلاف، أي فطائفة روت كذا وفطائفة روت كذا. فهذه الأحكام إن كانت من الأحكام التي هي الحلال والحرام، وأن قواعد الحلال والحرام هي ضوابطها وكلياتها 28 حالة. قلت اعلم أن التسليم من الصلاة العبادة، والعبادة ملازمة أعيانها كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. واستغربوا في هذا أن العبادة لا قياس فيها إلا ما قل من قياس الشبه، وهو كريم جدا، بينما الباقي أي الأحكام الأخرى فيها ما فيها. ومعنى هذا أن العبادة لا مدخل لأحد بأن يزيد فيها أو ينقص منها، بل الناس كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة. وقد كانوا أي الصحابة يعملون بالأحداث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأحداث الأخير هو الذي أصبح مشهورا أو متواترا بين أهل المدينة، فكانوا يأخذون به. فمن هنا جاء عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة ليس كعمل الناس، بل هو شأن آخر، أي يثبتون فيه ما كان آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يفعله. فالعبادة لا مدخل لأحد فيها. ومن نظر في باب التسليم من كتاب السنن التي روت لنا أفاضل السلام، نجد فيها كيفيات مختلفة. الأول: السلام عليكم مرات واحدة، والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا. ولما كان العمل السائل ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مالك، والأمر الشائع بين أهل المدينة بالأحاديث المختلفة أنهم كانوا يأخذون بما كان مشتهرا بين أهل المدينة الخلفاء، بين أهل المدينة الخلفاء فمن بعده من فقهاء العلماء إلى عصر مالك. وفي باب ما جاء في الإحرام من الصلاة، قال مالك: ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر، ولا يجزئ من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم، إلا هذا. وفي باب الجنائز منها أن يقولون يسلم الإمام واحدة قبل ما يسمع من يليه، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم أو بذلك بأسا. والناظر فيما قال الإمام هنا أي في الأولى، أي فيما نقل عنه في الأولى، يجب أن الكيفية التي يخرج بها المسلمين من الصلاة المطلقة متحدة، أي كانت في السلام عليكم مرة واحدة، كانت في الفرائض العينية أو في الكفائية أو فيها، فهي على هذه الصيغة، وبها كان المدينة، أي وعليها كان المدينة، لأنه لم يفرق بين بابين في الخروج بين بابين، أي صلاة الجنازة وصلاة الفريضة. في الخروج من الصلاة العينية الكفائية فعلمنا منه أنها واحدة، وله على ما اختار من هذا التسليم، وله على ما اختار من هذا التسليم، أي أو تسليمة واحدة أدلة قوية تشهد له فيما قال أو ما رواه الناس عنه، وهي التالي: أولها أي الأدلة، تسليم أبي بكر، أي بعد ذكر الصحابة ثم التابعين يسلمون واحدة، أولها تسليم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسلامة بن عكوة وشمس بن أبي وائل وعبد الله بن أبي عوفة وقبيصة
ورفيع أبي العالية وأنس وأرواه من قطاع السبعة وروح الجبير وسعيد بن جبير وقسم أبي حازم وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد ويحيى بن مختار والحسن والمرسلين وعبد الرجاء العطاردي والزهري وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أوفى وعطاء ومعمر والأوزاعي وسفيان الثوري وابن وحي في رواية عن وعبد الرزاق وهو أهل قول الشافعي وغيرهم. قبل هؤلاء كلهم فقهاء صحابة وخلفاء وتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأقوال في الحج عندما يكون قولا عندما يكون قول الإمام ما خصوصا في القرون الفاضلة يجب أن نعرض عليه أن نعرض ما يأتي بعده من الأخبار الآحادية أي الأخبار الآحادية تصحح بما جاء عن الخلفاء وبما جاء عن التابعين وتابعهم لأن أقوال الصحابة تصحح بما جاء من أخبار الآحاد فالأخبار الآحاد لم تكن في المطرة التي أريد بها الحكم بل نجد كثيرا من الأحكام من الأحاديث الآحادية قد ردت خصوصا إذا عرضت المتواتر والمتواتر هو القرآن أو الأحاديث المتواتر أو القواعد التقية قواعد التقية فحينئذ يرجح الأقوال عن أنه هذا معروف في أدلة الترجيح بينما غير المالكية يقيس يجعل قول أبي بكر وعمر ومن هو في هذا التغيير يقول هذا مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعم وقد سمعنا وسمعتم هذا كثيرا فجعلوا أبا بكر وعمر كمن جاء بعد والرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدين أبي بكر وعمر فالرسول أمرنا باتباع وباقتداء ما سمعه عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز والخلفاء فكان من هذا اتباع أقوال عمر هو اتباع السنة والسنة قد أمرنا ربنا سبحانه باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم والخلفاء أمرنا باتباع ما سمعه عمر هذه الأحاديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاة السنة واحدة تبقى أوجه يمين الشق الإيمان قليلا رواه الترمذي في كتاب الصلاة. ثانيا حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ويسلمون تسليمة واحدة قال مخرجه الزهر ذكرت من أجل تسليمة واحدة وباقي في الصحيح. رابع أو ثالثها في حديث سهل من سهل السائل عن أبيه عن جده عن رسول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها شيئا. رابعها حديث سهل من أكوان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم واحدة. خامسها حديث صورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم تسليمة واحدة قبل وجهه. هذه الأحاديث وهي أحاديث هي عرفناها أي عرفنا صحتها من فعل الخلفاء لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا بالمدينة بل كان مبطر الخلافة كان في المدينة وكان عمر رضي الله عنه يمنع الفقهاء من خروج من المدينة إلا برخصة مؤقتة ليعلم من بقي معه الخلفاء حتى يكون على بينة من ذلك حتى لا تبقى الناس فقهاء أي بلا فقهاء. هذا هو الذي عليه عملنا وهو قوي وهو مختار لأنه هو الذي كان في المدينة وهو
لأن أحلف لأن أهل المدينة ما كانوا يفعلون بما ما كانوا يفعلون بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تتبعنا هذا كما سيأتي إلى باب الوقت لا نجد حينئذ نجد أن الخمر قد تكون مباحة، قد تكون تجتمع في الصلاة، هذا لم يعد إلى أحد المسلمين، وإنما قالوا بأحداث مثل هي رسول الله من آية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كذلك كما كان في قضية الكريمة وقت سبق أن ذكر الفقهاء التيمم فرض في السنة السادسة على قوم ما كان القرن الخامسة ولكن القرن السادسة، والرخصة للوضوء كانت في السنة الثامنة. كيف نجعل ما جاء مؤخرا يكون بما جاء قبل؟ أي ما قبلوا يتحكم بما جاء بعد، هذا لم يكن مقبولا لدى علماء المحققين. بعد هذا ننتقل إلى شيء آخر، هناك ما يحاك حول اختيار مالك فيما اختار من تسليم. قلت قد يقال هذه الأحاديث التي استشهدت بها المالكية ومالك وأهل المدينة واعتمدتها رواتها ليسوا من يعتمد بهم ويعتمد عليهم في نقل أدلة الشرع، لأن موجود قالوا كما يعلم ذلك أهل الاختصاص بخلاف بيقينه لوجوده في الصحيحين. وما اعتمد عليه المالكية جهد وجوجا في كتب السنن، وعليه فكيف ساغ للمالكية العمل بهذه الأحاديث ما ضعفها، والمعروف أن الحديث إذا كان أصح أصبح اتباعه لازما للعامة. وهم يريدون بهذا قول ما ذكره ابن الصباح ونظمه العراقي في قوله وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شطه ما حواه شط جوده فمسلمين فشط غيرنا فيه. هذا نشأ وهذا كل الشافعي قد ولي قد نصح الحديث ما بين المرهبي، ونحن ندري هل أراد الصحة عند الفقهاء أو أراد الصحة عند المحدثين. فالمحدثون المعتمد قط في علوم التشريع، بل المعتمد كان للفقهاء الذين جمعوا بين رواية ودراية. أما من جعل دراية وحدها أو الرواية وحدها فهذا ما كان عالما اعتمد في تاريخ الإسلام. وإن شئتم قالوا مالك جمع بينهما، الزهري جمع بينهما، سعيد بن المسيب أنا أقول المسيب هذا من هجم، وهناك من الفرق من حديد يقول المسيب وأنا أقول المسيب حتى لا أدخل تحت دعائي. إذن هذا وكان رجلا مستجاب الدعاء، كان رجلا مستجاب الدعاء. كيفت هذا؟ قلت في هذه الحالة هذا تهويل وتهريج على المالكية، لا أنه أصل قائم بنفسه أو ضابط من ضوابط الفهم له قوة يقوى بها على قوة منهج مالك في النص أو الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. وقد علمت الناس أن أهل المدينة كانوا يعملون بالأحداث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الأوامر والنواهي، أما الخصائص والفضائل لا فلا تخفيها. وأما ما اعتمده غيرهم كما قال العراقي وأرفع الصحيح مرويهما إلى آخره، فهو اصطلاح محدث في القرن الثالث، لعل في الأول القرن الثالث أو في القرن الآخر في أول القرن الثالث، لم يكن موجودا معروفا بين أصحاب القرون الفاضلة المشهود لها بالخيرة. القرون أقصد بنا الصحابة المتابعين المتابع التابعين، هؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. هذا
يكون حجة معتمدة بل هو أمر محدث أحدثه الشافعي وأحدثه مالك تباعا لأحمد بن حنبل، يعني كان محدث أحمد بن حنبل لم يكن فقيه بل كان محدثا وكان يأمر الناس بأن يتبعوا مذهب أهل المدينة، ومذهب أهل المدينة هو مذهب أهل الحجاز قاطبة. فمالك نسب إليه لكونه روي عنه وقد سمعت ذلك. إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان الشافعي هذا ليس ضابطا لما ليس ضابطا يحتذى به لما فيه من احتمال. إذا صح الحديث فهو مذهبي، معنى صحته على الحديث على طريقة المحدثين على طريقة الفقهاء. وهو هل أراد بصحة الحديث صحته عند المحدثين أو أراد بصحة الحديث صحته عند الفقهاء؟ ومعلوم أن محتمل واحتمال سقط به الاستدلال، إلا أن إعمال الكلام الأولى من إهماله وعليه، فحمله على منهج الفقهاء أولى من حمله على منهج المحدثين. ومعنى هذا أن الحديث إذا صح وسلم من اضطراب، هل هو محتمل أو منسوخ أو فيه إجمال أو فيه بيان أو فيه تخصيص أو ما أشبه ذلك، فحمل كلام الشافعي على مذهب الفقهاء أولى، وإن كان الشافعية حمله على طريقة المحدثين. وقد ترون في مذهب الشافعي هذا كثيرا، يقول ما الشافعي قال كذا والحديث صح كذا، إذن نلغي قول الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في المنهج الأول من جمع بين الرواية والدراية، وهما الأصل الأصيل في فهم النص لدى الفقهاء قاطبة مثل مالك وشيخ الزهري ومن فقهاء. وأما المنهج الثاني المحدث وهو الاعتماد على رواية واحدة أو دراية وحدها، فهذا يأتي بما لا يقال. وعليه فالفقه في الفقيه الذي نريد إنشاءه للمجتمع لا بد من ضوابط يتصف بها ويكون محسن لها، فحينئذ قوله يقبل ويعتد به وإلا فلا. في الحلال والحرام هو من له مؤهلات الاجتهاد الرواية والدراية، والدين لا يقوم به إلا أهل الاجتهاد. ولما كانت الفينة هذه مسألة في قامت وهي تعرف قديما وحديثا إلا عندما وسدت أمور المسلمين لمن لا يستحقها، وهذا لا نقول به أبدا ولا نجزي. ولما كان مالك لا يقول يفتي إلا بما كان مشتهرا بين من قبله من القضاة والمفتين. في هذه الدقائق المخصصة لي أريد أن أتحدث عن قضايا أساس في بناء التصور الجديد الذي نتعامل به مع الفقه عموما وعلى مع المستجدات ومع التاريخ الثقافي للأمة الإسلامية. ما أسهل أن يقول إنسان حينما يرى سلوكا عليه يعمل به المسلمون إنه بدعة، لأنه رجل جعل همه أن يطارد البدع حيثما كانت وهو يتعقبها ويبحث عنها. لكن هذه المطاردة للبدع وهي واجب شرعي، إن المسلم لا يهادن البدع حقيقية ولا يسالمها مطلقا، ولكن كيف إنسان يطارد بدعة ولا يعرف هل هي بدعة أو هي اختيار فقهي أو هي شيء من هذا القبيل؟ إذن فالمنهج يقتضي أنه لا يتحدث شخص في البدعة ولا يمكن أن يتحدث ويفصل القول في البدعة إلا إذا أجاب عن سؤال جوهري أساس، وهو ما مفهومك للبدعة؟ وحينئذ نتفق أو نختلف. أما أن يأخذ إنسان المفهوم عاما ويضرب به تصرفات فقهية قد تعود إلى فعل الصحابة فهذا شيء، هذا ضرب من الخبال، ضرب من الهوس، وهو ما أصبح يقع الآن حينما يسمي بعض الناس أفعالا هي في الحقيقة من فعل الصحابة ومن التزام الصحابة مفهومهم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
لذلك وجب حصر الكلام أساسا في هذا الموضوع، ما هو البدعة وما ليس بدعة. فأما إن قيل إن كل ما وقع وحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، فهذه طامة كبرى، هذه طامة، لأن هذا مفهوم لغوي ليس مفهوما شرعيا. وحينئذ سنقول إن الأمة ما فعلت إلا أنها ابتدعت. من أين كان للإمام البخاري أن يجمع هذا الكتاب وهل جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين للمالك أن يفعل هذا؟ ومتى كيف صح للمسلمين أن يجمعوا المصحف أساسا؟ وكيف صح لهم أن ينقطوه وأن يضعوا فيه الآيات والأرقام ويفصلوا بين الصور ويكتبوا أسماء الصور وعدد الآيات؟ هذه كل هذه أشياء لم يعرفها الصحابة في حياتهم أصلا، لكن الصحابة فعلوها مع ذلك. وإن شئت من هذا القبيل قلت العشرات من الأشياء. لذلك لابد أن يضبط المعنى. فإما أن نقبل بأن البدعة هي كل ما حدث بكأن هذا المعنى هو المعنى الشرعي المعنى اللغوي، فيجب أن نأخذ بقول العز بن عبد السلام الذي يصير المعنى هكذا بالمعنى اللغوي، ولكنه يعطف عليه فيقسم ويقول حينئذ لا، هذه البدعة إما أن تكون جائزة أو حراما أو مكروهة أو واجبة أو كذا. إذن لا مندوحة عن هذا. فإن عممت عدت فخصصت بمفهوم وقسمتها إلى أقسام، وحينئذ لا تطرح لا يطرح الإنسان إلا بدعة محرمة ومكروهة. وإذا كانت البدع من هذا القبيل واجبة كما قال معنى نصب العلوم وصور وهيئات العلماء وما أشبه ذلك، بمعنى أنه الكثير بمعنى الصوم عن سهر وهي جزء من ثابت في كل المساجد هي أصلا بدعة وما أشبه هذا يعم. فإن لم نكن نأخذ بهذا فإننا مطالبون بأن نأخذ بالقول الشاطبي الذي حدد البدعة تحديد آخر أدق وسماها وقصرها على الطريقة المخترعة التي تضاهي الطريقة الدينية التي يراد بالسلوك عليها ما يراد بالسلوك على الطريقة الشرعية، بمعنى أنها عملية مزايدة عن الشريعة أصلا، وكأنها دين جديد يحادي الشريعة الإسلامية ويزايد عليها، هذا معنى البدعة. وبالتالي فهذه البدعة من هذا القبيل بدعة ربما لا يعرفها كثير من الناس لأنهم لا يستطيعون أصلا متابعتها، وهي بدعة قاصمة للظهر، لأن المبتدع كما قال مالك يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في أداء الرسالة، ولكن هذا بعد ضبط المفهوم. أحب أن أقول للإخوة الحاضرين، وهذا كلام أو جزء ليس مسجلا في بحثي ولكنني فقط أرشد إليه لبحثه، وهي قضية تلتبس على الناس وهي قضية التروك، وهذا كتب فيها علماء الأصول. هل الترك حجة بمعنى أنه كل ما ترك يبقى حجة؟ معنى هذا أن الترك لا بد من النظر إليه نظرة علمية، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود الداعي إليه ومع وجوده، ولا يعتبر تركه هو تشريع بمعنى أن الفاعل هو مخالف. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ولم يأكل الضبع على مائدته وكانه خالف الوالد، فتركه للجبلة أو لعدم موافقة الطبع ليس سندا في أن من أكل الضبع فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم ترك فكان عليه أن يترك. ولذلك بعض العلماء الباحثين كتب في قضية الترك لأنها قضية تلتبس، إنما يعتمد الترك أساسا إذا كان هناك ترك وصاحبه نهي كأن يترك الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، فيكون الترك حينئذ معززا بالكلام بالسنة القولية. على كل حال هذا جزء في ما نمارسه وفي ما نأتي من الأفعال. لا يتحقق كثير من الناس الأفعال، وأن أظن أنهم ينطلقون من مذهب معين يعتبرونه الأصل السنة، وعلى ضوئه يحاكمون كل مذاهب، وكل ما خالف مذهبهم أو هذا المذهب فهو بالضرورة ليس هو بدعة هكذا.
هذا تقصير وهذا فهم لا يصح أبدا أن يكون على إنسان له علم بالشريعة. إن الفقهاء اختلفوا واختلفت الأقوال تبع لذلك ابتداء من زمن الصحابة في حديث بني قريظة، ثم اختلف الأنبياء وقبل ذلك، وكان الحق أكثر من مقطع حينما اختلف داود وسليمان في الحكم، وفهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، فقد يختلف الاثنان ويكون مع كل واحد منهما وجه من الصواب، لأن هذه القضايا ليست قضايا عقلية، الحق فيها متعدد. وهذا أمر لو بحثناه في عند المصوبة، وهناك المصوبة في الفكر الذي هؤلاء يقول في 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 أصول الفقه، هناك طائفة المصوبة التي ترى أن المجتهدين إذا أخطأ إذا اختلفا فكلاهما مصيب، هذا مصيب لإصابته الحقيقة، والآخر مصيب لا لأنه أصاب عين الصواب ولكنه لأنه بذل الجهد وكان أهلا. وهذه مسألة معروفة في أصول الفقه، إلا إذا تعلق الأمر بالعقديات فالمصيب فيها واحد، لذلك يقول الشنقيطي ووحد المصيب في العقلي، في المصيب في العقلي في القضية العقديات التوحيد وما إلى ذلك ليس هناك إلا مصيب، ولكن بالنسبة للفعل فقد يتعدد المصيب يكون هناك أكثر من مصيب. إذا فالانطلاق من مذهب معين للقول بأن كل ما سواه هو البدعة، هذا طبعا يدل على أن هنالك تقصير في الفهم. النماذج التي بين يدي هي من سجلتها، ولكنني أريد فقط أشير إلى من قضية معينة. قال ابن رشد في البيان والتحصيل: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج فرقي المنبر فإذا رأى المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشرفة واحد بعد واحد. إن حينما يوجد نص يحدد أن المؤذنين كانوا ثلاثة، لماذا نصر على أنه يجب أن يكون واحدا؟ أنا أتصور أنه حينما يوجد مذهب لا دليل عليه يجب أن نرده بالصواب، ولكن حينما يكون له صواب فلماذا ترد هذا؟ إذا كنت ترى أن المؤذن يجب أن يكون واحدا فلك ذلك إذا اقتنعت بذلك، ولكن أن تقول للآخرين وأنتم ترون أن هذه نصوص وفيها نصوص أخرى تشير إلى أن المؤذنين في يوم الجمعة كانوا ثلاثة. دعنا من القول العام وأذن المؤذنون، ولكن قوله وأذن المؤذنون هذا ابن رشد ليس من السهولة بحيث أنه يلقي الكلام على عواهنه. إذن فهذا على الأقل يستوقفون. أنا أقول لا أقول لأحد دع ما تعتقد، ولكن يجب أن تقف. هذا شيء يدعوك إلى التأمل وإلى التريث وإلى أن لا يكون الإنسان حربا على كل المسلمين لأنهم خالفوه في قضية من القضايا، وأنه يسمهم بسمات. تعرفون أن بعض الناس يسم الناس بسمات كبيرة لأنه يخالفون في اختيارات، هذه مش من اختيارات فقهية، أي لماذا لم تكن على هذا الاختيار، لماذا اخترت هذا المذهب دون هذا؟ وهذا طبعا هو نهاية التعصب. الذي ذكر بأن المؤذنين كانوا ثلاثة هم ابن أبي زيد القيرواني في نوادره والقرافي في ذخيرته، هؤلاء أثبتوا بأنهم كانوا ثلاثة. إن عندنا ثلاثة من أعلام الفقه المالكي يثبتون بأنهم ثلاثة، وبعض الفقهاء المتأخرين ومن الشيخ بخيت المطيعي له في هذا كتابة وذكر بأنهم كانوا ثلاثة، مع أن هذا ليس معروفا في مصر. قضية تحية المسجد الإمام يخطب، هذه أصبحت الآن عبور عنوان نوع من 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 الفهم الجديد للدين، لأن الذين يدخلون ولا يصلون لا يؤدون الصلاة والإمام يخطب هؤلاء تاركون للسنة، والذي يتأخر إلى أن يصعد الإمام أليس تارك من سنة التبكير إلى الجمعة؟ الذي يأتي متأخر هو أولى به أن يستحي وأن يجلس إلى الأرض لأنه تأخر ولأنه فاتته الأجر الأول البدنة والبقرة والدجاجة والبيضة وجلس إلى الأرض، معناه أنه ليس له شيء.
إذن هذا لا يمكن أن يحمل نفسه على أنه مدافع عن السنة، لأن الذي يحمل السنة يجب أن لا تعمد هذا، وإذا كان يتعمد فإنه مقصر، والمقصر ليس هو مدافع عن السنة. هذا فيه 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 لما نأخذ هذا، كان تبعنا أن أذكره لأن ما يثير الجدل في مساجدنا. لما نأخذ حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب، يأتي ويتخطى الرقاب، فقال اشنو اجلس فقد آذيت وآنيت، لا آذيت وآنيت، اش قالوا؟ ما قالوا صلى ركعتين، قالوا اجلس. لماذا لا نقف عند قول النبي اجلس؟ هل يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة السنة؟ لماذا لم يقل قم فصل ركعتين كما قالها للغطفان يسليك الغطفان؟ لماذا؟ قالها اجلس لأن المقام حينئذ أن يجلس، لأن نعرف أن قضية الغطفان وكونه يصلي ركعتين من قضايا الأعيان المتعلقة بحالة خاصة. وبالتالي فحينما يقول ابن شهاب الزهري إنه حينما يدخل الإمام يكون هناك حكم، حين يصلي يقطع الصلاة، فحينئذ قال يقول العلماء إن قول الزهري هو قول ليس من قبيل الاجتهاد، ولذلك كان الإمام مالك يقول بهذا، إن الناس اللي يصلوا مشي الآن ما لا يفعلون هذا. شنو في المدونة؟ جاء في المدونة قال ابن وهب عن يونس بن يزيد بن شهاب قال أخبرني ثعلبة عن ابن مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام، وقال أيضا بأنه كره، بأن مالكا كان يأمر من جلس من دخل أن يجلس. إذن بناء على هذا الخلاف ماذا وقع؟ انشطر الرأي الفقهي، قال مالك وأبو حنيفة بأن من دخل عليه أن يجلس ولا يصلي ركعتين، وقال أحمد بن حنبل والشافعي إن من دخل يصلي ركعتين. فلماذا يكون هذا على السنة ويكون الآخر على بدعة؟ لماذا بالضبط؟ زعما الجهة اللي غادي يكون فيها واحد القيد دائما هي تم السنة، سجلوها عندكم، إذا وجد فيها هذا تعصب جديد، تعصب يتزيى بزي البحث عن السنة والحقيقة ليست كذا. ألا يوجد عندنا مستند هو قول مالك، هو مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، ومعهما مجموعة، ومنه سفيان الثوري ومجموعة والليث بن سعد، هؤلاء كانوا يقولون، كلهم كانوا يقولون بأنه يجب أن يجلس. وفي بعض الروايات أن بعض الصحابة كان يجلس من يقوم، والمالكية تحدث في هذا كثيرا، حتى ما يقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قوم، هل قوم فصل ركعتين؟ قال ابن العربي إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث مع هذا الشخص لم يبقى خطيبا فقط، أوقف الخطبة وأصبح يتحدث إليه، وبالتالي في هذه الحالة ليست حالتك أنت، لا يقف الخطيب لأنك دخلت. على كل حال الفكرة الأخيرة التي أريد أن أختم بها وهي حديث الآن هي في موضة جديدة وهي قضية تراويح. أنا أرى أنها تكتسح من جهة لجهة، مش أنه أن التراويح الآن في بعض المساجد يقال بأنه لا يصلي الإنسان إلا أربع تسليمات وشفع لوتر، بمعنى أنه 11 ركعة. لماذا تحدث قل إن السنة هكذا؟ إن السنة هكذا، حديث معروف في صحيح مسلم البخاري أن عائشة سئلت عن صلاة التراويح، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة. يحفظون الناس 11 ركعة، لا سيد، لا تسأل عن حسن أن طولهن وحسنهن، أنا كان ولكن كانت طويلة، لذلك كانوا يقرؤون بالمئين، كان يقرأ البقرة، أي بمعنى أن الزمان لم يكن يتسع لأكثر من هذه الصلاة الطويلة، ما كان يمكن أن يتسع لأكثر من هذا. لكن حينما نأخذ مثلا حديث ابن عباس الذي فيه أنه بات عند خالته ميمونة وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 12 ركعة ثم شفع الوتر، هذا دليل يواجه الدليل الآخر. أنا لا أقول إن حديث البخاري ضعيف، لا، ولكن أقول إنه يواجه الدليل. حينما نقول
في نصوص أخرى حديث ابن عباس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة، حديث فيه لابن عباس وخرجه ابن أبي شيبة. وحديث روى مالك في الموطأ أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب في رمضان يقومون 23 ركعة. هذا حديث موطأ وهو يتحدث عن عمر. القصة هي باختصار هي الحديث هي أنه حينما صلى رسول الله التراويح كما صلى وخشي أن تفرض على الناس فأوقف الخروج وأصبح يصلي في بيته، ثم حينما جاء عمر اجتهد عمر كان ملهما عرف بأنه بإن هو أحياها وأخرج الناس فإنها لا تفرض، لأن عمر لا يمكنه أن يكون مشرعا لا يفرض، فلذلك أحياها من جديد فصلىها أول الأمر 11 ركعة كما كانت تصلى، ولكنها كانت تصلى بطولها، فكان الصحابة يقول ما كنا نخرج إلا في فروع الفجر، وكانوا إذا خرجوا يبتدرون الخدمة بالسحور، فلما طال الوقوف شكى الناس إليه ذلك، فأمر عمر بأن يزاد في عدد الركعات وينقص من التطويل، فأصبحت 20 ركعة على أساس أن هنالك إضافة في العدد ولكن تقصير في الزمن، وصارت هذه سنة عمر، وصلى بصلاته الصحابة. فماذا تريد بعد أن كان عمر فعل هذا؟ لماذا؟ نحن نذكر هذا ولكن نذكر أن الصحابة أيضا عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء، هذه سنة الخلفاء، ثم عليها أيضا لم نسمع اعتراض للصحابة منها، أجمعوا على ذلك. فكان الأمر على هذا النحو، وكانت عمر قد نصب للناس تميم الدار ليصلي بالنساء وأبي بن كعب ليصلي بالرجال. على كل حال أصبح الناس يصلون هذه الصلاة 20 ركعة هكذا استمرت. ثم إن أهل مكة لاحظوا أن أهل في إطار المنافسة أن أهل مكة المدينة لاحظوا أن أهل مكة يصلون 20 ركعة ويتفوقون عليه بأن لديهم البيت، فكانوا في الترويحتين كل ترويحتين يقف الشباب ويطوفون بالبيت، فرأى أهل المدينة أنهم محرومون من هذا، فلذلك أضافوا عدد ركعات ليواطئوا عدة هذا ما يصليه أهل مكة، فإذا أصبح وأضافوا 16 ركعة، فصار العدد حينئذ 36 بالشفع الوتري 39، وكان مالك يصر على أنها 39، وإن كان مالك له قول آخر أنها 20، فمالك له قول أنها 20. كل المذاهب الإسلامية الشافعي والحنفي أبي حنيفة والشافعي ومالك ونحمل كلهم على أن التراويح 20 ركعة. ألا يسمع هؤلاء لم يقرأوا حديث البخاري بأنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل الفقهاء على هذا الأساس، إن هذه تهمة للفقهاء كلهم بأنهم أخطأوا السنة وأنهم لم يعرفوها. هذه هذا القول يدعونا دائما إلى أن نتريد، فنعلم أن بعض الفقهاء فهم أن الأمر فيها واسع، وأنه لما اجتهد الصحابة والما أضاف لم يفهموا فيها أن التحديد كما هو الأمر بالنسبة لصلاة الظهر أو العصر التي لا يمكن أن يضيف فيها أحد شيئا، وإنما هي من باب النوافل المتروكات، يمكن هذا ويمكن ذلك. نحن في المغرب نصلي على هذه الطريقة، نصلي 5 تسليمات في بعد العشاء في رمضان، ونصلي 5 في الصبح، إذن هي تكملنا 20 ركعة، بمعنى أننا على سنة عمر، على سنة عمر، ولا نحتاج إلى كل هذا الكلام، ونقول هذا موضوع معروض للناس على كل حال ليعرفوه، لأن هذا الشيء الآن يأتي ويتقدم للناس، ونحن نريد للناس في ختام الكلمة نريد للناس أن لا يكون كل مشاكلهم مشاكل فقهية. عندنا من المشاكل التي تعاني فيها من الأمة الإسلامية ما هو أكبر من هذا، عندنا محاولات استئصال الأمة واجتثاثها وضربها في عمقها وضربها في جوهرها،
عندنا قضايا كبيرة هذه أمور اتسع لها الفقه، فيجب أن تتسع لها نفوسنا، ولا نجعل لا نزاحم أي مذهب، من كان له مذهب اقتناع فليكن، ولكن لا يجعل لا يجوز له أن يجعل المسلمين ومساجد المسلمين هي ساحة قتاله وساحة معاركه، بل عليه أن يتوجه توجه آخر نحو توحيد الكلمة وجمع الصفوف وتوجيه الأمة إلى الأهداف الكبرى التي يجب أن تتوجه إليها. أقول هذا القول واستغفر الله لكم. بارك الله فيك. يعني نشكر الشكر الجزيل أستاذنا الفاضل الكريم دكتور مصطفى بن حمزة على هذه الكلمة الطيبة واللطائف والوقفات المباركة. الآن مع مداخلة الأستاذ الكريم الفاضل عبد القادر بطار في موضوع اختيار المغاربة للعقيدة الأشعرية اختيار لعقيدة أهل السنة والجماعة ليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية استأذن أساتذتي وشيوخ الأجلاء إذا كنت سأتطفل على موضوع يعني تلقيته على إيديهم. طبعا الحديث وضع هذه المداخلة في آخر هذا البرنامج يساير منهج السادة الفقهاء، وقد حدثنا أستاذنا سيدي مصطفى بن حمزة على أن القرافي جعل عقد باب في آخر كتابه الذخيرة اسمه بالجامع، يعني تحدث فيه عن مسائل العقيدة الأشعرية أو عقيدة بالأحرى عقيدة الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك الحديث عن الإمام أبي الحسن الأشعري ينبغي أن يتشعب بنا كثيرا، ولكن سأقف عند بعض الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن هذا الرجل الإمام الأشعري بدأ حياته سنيا جماعيا كما تطالعنا المصادر التي عنيت بترجمته وهي كثيرة جدا، وكما يحدثنا ابن عساكر الدمشقي وهو من أوسع من ترجم لأبي الحسن الأشعري في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري رحمه الله. إذن الإمام الأشعري بدأ حياته سنيا جماعيا، ثم حدثت في حياته حادثة وهو وفاة والده والد أبي الحسن الأشعري، وأوصى به إلى بعض شيوخ أهل السنة والجماعة ليتولى أمره وليعلمه، فتلقى عقيدة أهل السنة والجماعة على يد هذا الرجل أبي زكريا الساجي، وهذا معروف يعني فقيه شافعي سني العقيدة، تلقى العقيدة في بداية الأمر على هذا الرجل. ثم دخل شخص في حياة أبي الحسن الأشعري يعني ربما أفسد عقيدته فترة قصيرة من الزمن، وهو أبو علي الجبائي. فتذكر المصادر أن أبا علي الجبائي تزوج أم أبي الحسن الأشعري، فكان ربما دخول هذا الشخص ربما أثر في عقيدته، ربما أثر في توجهه السني الجماعي. هذه الفترة التي قضاها أبو الحسن الأشعري مع المعتزلة يعني بعض الباحثين أو بعض الناس يبالغون فيها كثيرا ويقولون إنه صاحب المعتزلة 40 سنة، وهذا الكلام ربما يردده حتى بعض الناس عندنا في للأسف الشديد الذين يحققوا هذه المسألة يسيرون من يردد هذا الخطاب ليثبتوا للناس على أن الرجل يعني صار معتزليا وصار إماما للمعتزلة، وهو غير صحيح. فأبو الحسن الأشعري يعني كان معتزليا ولكن المدة ليست 40 سنة كما ذهبوا إلى ذلك فقيه حسين الذي حقق كتاب الإبانة وكثير من الباحثين. فأبو علي الجبائي توفي سنة 303 للهجرة، وأبو الحسن الأشعري ولد على الأرجح سنة 270، فلا يمكن وتوفي سنة 324، فلا يمكن حسب هذه التواريخ أن يكون أبو الحسن الأشعري قد عاش على المعتزلة 40 سنة، إن المدة هي الحقيقة قصيرة جدا. ثم في جميع الحالات فإن أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وليس في ذلك عيب. هناك من يحاول دائما أن يتهم الأشعري أنه معتزلي وأنه لم يتخلص من عقائد المعتزلة. القاضي عياض رحمه الله في المدارك نبه إلى هذا الأمر وقال لا عيب، ليس هناك عيب أن يرجع الإنسان عن معتقداته الفاسدة، وقد أسلم كثير من الناس يعني كانوا في الجاهلية ودخلوا في الإسلام
فما بالنا بأبي الحسن الأشعري الذي رجع من عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المعتزلة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هذه فضيلة خلقية علمية من أبي الحسن الأشعري. الإمام الأشعري لم يكن مقتنعا بما ترقاه من فكر المعتزلة، وأنه لم يلازمهم 40 سنة. لماذا؟ لأن هناك أخطاء كثيرة نجدها عند الأشعري نفسه في تقرير ذا المعتزلة في الذي يرجع للإبانة. فأبو الحسن يذكر أشياء عن المعتزلة ليست صحيحة، عندما نحققها نرجع للمصادر للمعتزلة نجد أن أبو الحسن لم يحرر هذه المسائل، لما يعني أن الرجل لم يتأثر بالفكر الاعتزالي. فلو كان معتزلا 40 سنة ولا كان إماما لما ارتكب أخطاء بسيطة في حقيقة نجدها في كتابه الإبانة. إذن أبو الحسن الأشعري رجع من عقيدة المعتزلة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة هي قديمة جدا قدم هذه العقيدة نفسها، لأن الحديث عن العقيدة نتحدث عنه من جانبين، من جانب العقيدة يعني كنصوص ثابتة في الكتاب والسنة، ومن حيث المنهج من حيث تقريب هذه العقيدة. فالعقيدة موجودة في الكتاب والسنة، وهذه التي نسميها بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهناك مناهج يعني تقرب هذه العقيدة. هناك المنهج الماتوريدي والمنهج الأشعري ومنهج الحديث. لا نخلط بين العقيدة يعني كأمور مقررة في الكتاب والسنة وبين منهج دراسة هذه العقيدة الذي تخصص فيه علماء مثل الأشعري وأبو منصور الماتوريدي رحمه الله. عقيدة أهل السنة والجماعة يعني بدأت مع كبار الأئمة، فلعل أول متكلم في الإسلام على طريقة أهل السنة والجماعة هو الإمام أبو حنيفة الذي توفي سنة 150 للهجرة. فهذا الرجل هو الذي وضع عقيدة أهل السنة والجماعة في صورة منهجية وارتبها يعني كما نعرف فيما بعد عند الأشاعرة وعند الماتوريدية الصفات النفسية والسلبية والصفات المعنوية وصفات المعاني والإيمان، وهذه الأمور إن كلها بدأها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر وفي الأوسط. يعني هذا أول متكلم في الإسلام. ثم أبو الحسن الأشعري رحمه الله انحاز إلى هذه المدرسة، كذلك مدرسة أهل السنة والجماعة نجد عند مالك رحمه الله. وكما قال أستاذنا الفاضل يعني لا ينبغي أن نفرق نجعل هناك فرق بين المذهب والعقيدة. فالإمام الأشعري هو امتداد لمدرسة مالك في الفقه. فالإمام مالك نعم سئل عن الكلام وقال يعني أنا لست بصاحب كلام، وقال أنا إنما أنا رجل أبحث عما تحته عمل، وكأنه رحمه الله كان يمهد لظهور أبي الحسن الأشعري الذي جعل عقيدته عقيدة عملية. كذلك منهج أهل السنة والجماعة نجده عند الشافعي وعند الإمام أحمد رحمه الله. إذن الإمام الأشعري هو امتداد لهذه المدرسة. هناك شخصيات مهمة ينبغي أن نقف عندها يعني باختصار، وكان لها تأثير كبير في حافظت على عقائد أهل السنة والجماعة، وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي والقلانسي. هذه الشخصيات هي التي كانت ترعى عقيدة أهل السنة والجماعة في زمن أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فعبد الله بن سعيد بن كلاب حسب ما ذكر المصادر هذا من كبار علماء أهل السنة والجماعة، وللأسف أننا نرى أن بعض الأقلام تحاول تشويه صورة هذا الرجل وتقرب الناس على أنه يعني بعيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني هذا الأمر بدأ في الحقيقة قديما تشويه شخصيات أهل السنة والجماعة. فالذي يرجع إلى الفهرس بن النديم هي ترجمة مشوهة لهذا الرجل، فيقول إن عبد الله بن سعيد بن كلاب كان نصرانيا وأنه لو عاش لنصرنا المسلمين. هذا كلام يعني كذب على هذا الرجل. وعبد الله بن كلاب يعني سمي كلابا لأنه كان شديدا على المعتزلة، وكان هو الذي يعني إلى جانب زملائه القلانسي والحارث المحاسبي يعني كانوا يحافظون على عقيدة أهل السنة والجماعة. زمان ظهور الإمام الأشعري ورجوعه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة كان المسلمون منقسمين إلى قسمين. كان هناك الاتجاه الظاهري اتجاه أهل الحديث، وكان هناك اتجاه المعتزلة الذي غال في العقل في استعمال العقل. فأبو الحسن رحمه الله يعني توسط بين هذه الطرق وأنقذ الأمة من هذا الضلال، ضلال لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، وجمع كلمة المسلمين على منهج واحد. فهو لم يهمل العقل كما فعل أهل الحديث، ولم يهمل النص كما فعل المعتزلة، بل جمع كلمة المسلمين ووحدهم ووحد صفوفهم. ولذلك كانت عقيدته إن كتب لها الانتصار والانتشار، وأصبحت هي عقيدة المسلمين في العالم كله. هذه العقيدة
انتقلت إلى المغرب في زمان تقريبا في زمان المرابطين، يعني كانت هناك على مستوى شخصيات وازنة تبنت هذه العقيدة وأمنت بها، وكانت هناك بعض التساؤلات في زمن المرابطين، ونحن نعلم أن المرابطين كانوا على مذهب السلف الصالح، ما كانواش سلفية بمعنى الحديث، وإنما كانوا على منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين وتبع التابعين. ففي هذه كانت بعض التساؤلات تثار ربما في المجالس الخاصة، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ وهل تجوز الصلاة وراءهم؟ وهل 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 أسئلة أمير المسلمين ملقب بأمير المسلمين يوسف بن تشفين، يعني سأل ابن رشد الجد عن هذه الأمور كلها، وأنا أحب أن أقرأ لكم جوابه. يقول أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المتوفى سنة 520، في جواب له عن سؤال وجهه إليه أبو الحسن علي بن يوسف بن تشفين حول رأيه في الشيخ أبي الحسن الأشعري وبعض كبار الأئمة الباقلاني والجويني والغزالي والإمام بن أبزي القيروان، يقول: تصفحت عاصمنا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه، وهؤلاء الذين سميت من العلماء أئمة خير وهدى وممن يجب بهم الاقتداء لأنهم قاموا بنصر الشريعة وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضلالة وأوضحوا المشكلات وبيّنوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات، فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماء عن حقيقة لعلمهم بالله عز وجل وما يجب له وما يجوز عليه وما ينفى عنه، إذ لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الأصول، فمن الواجب أن يعترف بفضلهم ويقر لهم بسوابقهم، فهم الذين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة إلا جاهل أو مبتدع زائغ عن الحق مائل، ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق، وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. صدق الله العظيم. إذن هذا الجواب نجده في الفتاوى، فتاوى ابن رشد، وهي مطبوعة، وهناك يعني فتاوى أخرى، مما يعني على أن في زمان المرابطين يعني كان الناس يسألون حول هذه العقيدة ومدى مشروعيتها، وسمعتم إلى جواب ابن رشد، وابن رشد الجد يعني وليس الحفيد، يعني كان محل عناية ورعاية عند المرابطين، يعني هذا الرجل صحح ما كان يروج حول هذه العقيدة. أما في زمان الموحدين فقد أصبحت العقيدة الأشعرية هي العقيدة الرسمية يعني تقريبا للمغرب، ومنذ ذلك التاريخ والناس على هذه العقيدة، وهي انتشرت في العالم كله، يعني في مصر انتشرت على يد صلاح الدين الأيوبي، وفي المغرب كما قلت دخلت على يد مهدي بن طمرت، وفي أقطار العالم، حتى إنها أصبحت هي العقيدة السائدة، ولم يكن هناك مذهب ينافس هذه العقيدة إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أحمد الذي نهض له بالدعوة ابن تيمية. وهنا ينبغي أن نفهم هذا الأمر جيدا، لأن الآن يسمى بالسلفية أو الوهابية وهذا هي اتجاه حنبلي، اتجاه حنبلي بدأ من الإمام أحمد، طبعا مع الذين جاءوا بعد أحمد، هذا المذهب نصره ابن تيمية وأصبح هو الذي ينافسه، يعني لم يكن له منافس في ذلك الزمان وفي هذا الزمان. إذا هو مذهب هو اتجاه طبعا حنبلي، وإلا في العقيدة الأشعرية كانت هي العقيدة الرسمية لكبار العلماء، ولو رجعنا إلى كتب الطبقات خصوصا المالكية والشافعية فلا تجد مالكيين ولا شافعيين إلا وتجده أشعريين، وأعتقد أن هؤلاء العلماء مثل القاضي إياد وابن حجر العسقلاني والقاضي وهم كثيرون، والباجي عندنا في المغرب العربي والمازني، و لم يكونوا أغبياء، اختاروا العقيدة الأشعرية لاعتقادهم لاعتناء شديد أن هذه العقيدة يعني هي لا تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وثم إن العقيدة عندما نقول العقيدة الأشعرية هذا من باب التجاوز فقط، وإلا فهو المنهج الأشعري، العقيدة موجودة في الكتاب والسنة لا يختلف فيها أحد، العقيدة مثل ما قررها ابن أبي زيد القيرواني في صدر رسالته، وهو قد خالف الذين جعلوها في آخر كتبهم مثل القرافي،
إن قرر هذه العقيدة مجردة هذه العقيدة. ما فعله أبو الحسن أنه نصر هذه العقيدة بأدلة أخرى، أدلة برهانية منطقية إلى آخره، فلا يعتقد هناك عقيدة هي عقيدة أشعري، وإنما هناك منهج أشعري. ولذلك الشيخ طلب الحاج في حاشيته على ابن عشير قال نبه إلى هذا الأمر، وقال إننا إنما اتبعنا الأشعري لموافقته للكتاب والسنة، ولم نتبعه لأنه وجدوه يوافق الكتاب والسنة. إن العقيدة الأشعرية أيها الإخوة يعني هي عقيدة، يعني المدرسة البحراء ينبغي أن نتكلم عن المدرسة الأشعرية، هي من أقوى المدارس، وهي تضم أقوى الشخصيات وكبار العلماء. أنا دائما كنت أقول للطلبة وللحضور الكريم أن أبا الحسن الأشعري استطاع وحده أن يهزم المعتزلة، وليس من السهولة بمكان أن يهزم رجل فكر المعتزلة وهو قمة في العقلانية، لولا أن هذا الرجل الإمام أبو الحسن الأشعري حين كان على حق ووجد من يساند في هذا الأمر. العقيدة الأشعرية عادة ما توصف بأنها عقدية وسطية، وهذا الأمر يعني الإمام أدعوكم إلى قراءة كتاب تبيين كذب المفتري، والمفترون كثيرون في كل عصر ومصر. ففي زمن ابن عساكر كان هناك مفترون على الأشعري يتهمونه في نسبه وفي أمور، ولذلك سمى كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. كذلك الآن هناك مفترون جدد ينسبون إلى ربما إلى هذه المدرسة ما يسمى. إذا فالوسطية عند الإمام الأشعري أنه توسط في أمور العقيدة كلها. كما تعلمون كانت هناك اتجاهات في زمن الأشعري، الاتجاه الظاهري، اتجاه الاعتزالي. فمثلا أعطيكم بعض الأمثلة فقط في حدود 5 دقائق في قضية الجبر والاختيار. هذه عقيدة قديمة جدا، هل الإنسان مسير أم مخير في هذا الكون؟ هذا السؤال اللي بدأه القدري الأوائل. طبعا كان هناك اتجاه يقول إن الإنسان مسير ليس له من الأمر شيء في الحياة، وهناك اتجاه يقول إنه مخير. فأبو الحسن توسط الطرق وجاء بفهم جديد، فهم في حقيقة موجود في الكتاب، ولكنه صاغه في قاعدة مهمة وهي قاعدة الكسب، أن الإنسان يكسب هذه الأفعال، والكسب معناه الانبعاث نحو الفعل. فالإنسان يختار ويرغب في فعل الأشياء، ولكن الذي يعطي هذه القوة والتحرك هو الله عز وجل، وبذلك استطاع أن يوفق بين مذهب يعني بين توسط هذه المذهبين، فهو ليس جبريا ولا يعني قدريا، وإنما توسط الطرق. وشتى من الناس من ينكر رؤية الله عز وجل. فهناك من قال إن الإنسان يرى الله تعالى برؤية مجسمة، هذا تطرف، وهناك من أنكر الرؤية من أساسها مثل ما فعل المعتزلة. فأبو الحسن رحمه الله أثبت الرؤية ولكن يوم القيامة ماشي في الدنيا. في قضايا أوكيني كثيرة جدا، في قضية التكفير مثلا وهو موضوع نتمنى أن نقف عنده، هناك من مرتكب الكبيرة الذي يرتكب المعاصي الكبيرة، هناك من كفاره مثل المعتزلة الخوارج، وهناك من يعني استثنوا من التكفير. فأبو الحسن رحمه الله يعني لم يكفر أحدا. وأشير فقط باش نختم بهذا الكلام، وكما أن حياة الأشعري كانت الخاتمة ديالها هو أنه لما يعني أدركته الوفاة قال لأحد جلسائه وهو الهوازي اشهد علي أنني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد. فكانت عقيدة الأشعري في حقيقة بما اتسمت به من عمق ومن تسامح ديني كبير يعني هي التي يعني الجديرة الآن ببعثها وإحيائها، وما أحوج الناس إلى هذا الفكر المعتدي الذي يعني يرشد الأمة إلى ما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نبههم قبل عاد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أشكر شكرا جزيلا كذلك فضيلة الأستاذ سي عبد القادر الإطاري على هذه المداخلة القيمة والطيبة. أذكر الإخوة بأن الكتاب
سيوزع على الحاضرين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الختم. طبعا في الباب المخصص للخروج، وكذلك المجلس العلمي المحلي بوجدة يدعو الحاضرين جميعا إلى وجبة الغداء. إذن بعد الختم كذلك نتوجه جميعا للمكان المخصص هذه الوجبة بعين المكان. قبل دعاء الختم يحق لنا أيها السادة أن نهنئ أنفسنا بهذا اللقاء المبارك الطيب الذي سجلنا حضورنا فيه جميعا خدمة للمذهب المالكي في هذا البلد الأمين، ونسأل الله تعالى كذلك أن يبارك في هذا الجهد المشكور والعمل المبرور. والشكر موصول كذلك إلى صاحب الفضيلة السيد الكاتب العام الذي شرفنا بحضوره، والسيد مدير المساجد، وكذلك الشكر موصول للإخوة جميعا الذين حضروا معنا هذا اللقاء. وباسمكم كذلك أشكر السادة الأساتذة الكرام الذين أطروا هذا اليوم الدراسي المبارك، كما أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا اليوم الدراسي الطيب، وأشكر اللجان التي كانت صاهرة وهم رجال الخفاء، اللجنة المنظمة، والشكر كذلك موصول للمجلس العلمي المحلي بوجدة الذي عودنا مثل هذه التظاهرات وهذه الأنشطة المتميزة. إذن يتقدم الفقيه السيد كلمة. نعم، إذن السيد رئيس المجلس العلمي يطلب كلمة، إذن يتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. في ختام هذه الكلمة الحمد لله سبحانه وتعالى على التوفيق وعلى هذا اللقاء والاجتماع الذي ضم الآن هذا العدد الهائل من الإخوة الذي يتجاوز بالتأكيد يتجاوز الألف مشارك ومشاركة ذكورا وإناثا من الوعاظ والوعظات، هذا مكسب كبير لنا جميعا، لأن هؤلاء هم دعاة الإسلام، هم رجال الإسلام، هم نساء الإسلام، لقاؤهم هذا لقاء رحمة وتواصل وتوالد وتعاون على البر وعلى التقوى. نحن عرضنا أفكارنا ونريد إن شاء الله أن تتمثل تدرس وأن يؤمن بها من آمن بها، ثم تكون هي الصمام الواقي من كل الأشياء التي يمكن أن يعبث بها، يجازف بها الناس في عبثهم. الرجاء من الإخوة الجلوس في أماكنهم، لأن القضية حينما تتجاوز هذا المستوى البحث العلمي تبقى هناك شبهة أخرى. حينما يفك الإنسان في أن يغير قراءة رواية القرآن برواية أخرى، ورواية ورش عن نافع سليمة جدا، ولكن حينما يريد الإنسان أن يطالب تحت رواية متواترة، حينما تأتي مشاكل هذا القبيل في الصيام، بمعنى أن هناك خلل في حياتنا يجب أن يسدد، معنى أننا يجب أن نطلب الحقيقة وأن لا نتهم أنفسنا على أساس أن كلما كنا عليه كان خواء، أنه كان عبارة عن ضلال أو شيء لا سبب له. هذا هي الفكرة. في ختام هذه الكلمة حقيقة أعتذر للإخوة الذين حضروا من جهات بعيدة، من جيج، من ناظور، على ما يمكن أن يلاحظوه من خلل ربما في الاستقبال، أو نحن قسمنا هذه المرة هذه المسألة أننا وفي سنوات مقبلة إن شاء الله يجب أن نتعاون على أن يكون لقاءاتنا لقاءات غير بادخة، أن نجتمع في أي مكان في مؤسسات
جامعية كما تفعل الأحزاب حينما تلتقي من أجل المؤتمرات، يلتقي الآن في أماكن. المهم أن هو الفكرة هو أن نصل إلى نتيجة وأن نيسر اللقاء، أن اللقاء عندنا لا يبقى مشكلة الكبرى هي مشكلة اللوجستيك، معناها أن نبدأ نحن الآن تعودنا، الإسلام علمنا هذا، علمنا أن خدمة الدين تقتضي تضحيات وتقتضي أشياء كثيرة، فنحن الآن منتدبون لهذا الدين لنخدمه. فأرجو أن تتقبلوا جميعا هذا الاعتذار الذي ربما نختم به هذه الجلسة، ونعتبر أن الأصل وأن المفيد وأن المهم كان هو هذا اللقاء وهذا التواصل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل مجيئنا وجلوسنا وتحملنا وصبرنا واحتمالنا كل ذلك في سبيله إن شاء الله. شكرا. الناس العثماني تفضل إن شاء الله دعاء. والصلاة والسلام على سيد وآله وصحبه وسلم سليما. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تثير علينا، وارضى عنا وأرضنا. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا وأزل عيوبنا، واكفنا ما أهمنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم ارحمنا برحمة القرآن، اللهم اشفنا بشفاء القرآن، اللهم شتت لنا القرآن، اللهم شتت لنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، رائع العلماء ورئيس العلماء، اللهم كن له ولينا نصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اكلأه بعينك التي لا تنام، اللهم احفظ الطب خفية، اللهم صدق خطاه وحقق مسعاه، اللهم حقق به وعلى يديه ما تغنو إليه الأمة المغربية وشبابها من تقدم وازدهار ووحدة ونماء واستقرار. اللهم بارك في عموره، وبارك له في شقيقه، وبارك له في ولي عهده الأمين الجليل المولى الحسن، اللهم انبت نبتا حسنا، اللهم اجعله من عبادك الصالحين، اللهم اجعله خير خلف لخير سلف، اللهم انصر اسلام المسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم امنا في اوطاننا وصح امتنا وولاة امورنا، اللهم ديم على هذه البلاد نعمة الامن والطمأنينة، اللهم ديم على هذه البلاد نعمة الامن والطمأنينة، اللهم جزي المحسنين على احسانهم.